بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معنا أبنائي طلاب وطالبات الصف الثاني المتوسط في الفصل الدراسي الثاني في مادة العلوم، وفي موضوع درس جديد بعنوان الضوء الجزء الأول، والذي سوف نتحدث فيه بمشيئة الله عن الموجات في الفراغ وخصائص موجات الضوء. ترى من خلال هذه العناوين ماذا سوف نتعلم اليوم؟ سنتعلم اليوم بمشيئة الله التعرف على الأوساط المادية التي تسمح بانتقال موجات الضوء من خلالها، وكذلك المقارنة بين سرعة الضوء في الأوساط المختلفة. كذلك أيضا سنحاول توضيح مفهوم الطول الموجي للضوء ووحدة قياسه، على أن نستكمل إن شاء الله بقية الدرس في درس آخر. هل أنتم مستعدون؟ إذن لنبدأ على بركة الله. دعونا نأخذ داهية أو مقدمة حول درس اليوم، وهو الضوء. ما هو الضوء؟ من خلال المشهد القادم إن شاء الله. لاحظوا، ضوء النجوم يتلألأ في السماء ليلاً، ومع ذلك نستطيع رؤيته رغم بعد تلك النجوم عنا. السبب في ذلك يعود إلى أن الضوء يمتلك سرعات عالية جدا، انتقال موجاته تنتقل بسرعات عالية جدا. إذن الضوء كما ذكرنا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، تحتاج إليها جميع المخلوقات الحية. السؤال المطروح الآن، ما الضوء وما هي خصائص الضوء وما خصائص موجات الضوء؟ دعونا نتعرف على تلك الإجابات لهذا التساؤل، ما الضوء، من خلال متابعة المشهد التالي. يلا ركزوا معي الآن، ونحاول من خلال هذا المشهد أن نجيب على معظم التساؤلات التي سنطرحها من خلال هذا المشهد وكذلك في الشرائح القادمة. موجات الضوء Light waves. السلام عليكم يا سالم. وعليكم السلام يا أبي. ماذا تفعل يا سالم؟ أقوم بإغلاق النافذة كي أحجب ضوء الشمس عن الغرفة. ولكنك إذا أغلقت النافذة فستحجب ضوء الشمس عن الغرفة وتصبح غرفتك مظلمة، فسبحان الله أن جعل للشمس ضوءا. حسنا، ولكن كيف يأتينا الضوء من الشمس؟ الضوء هو موجات كهرومغناطيسية Electromagnetic waves تنتقل عبر الفراغ بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية. معنى هذا الكلام أن الضوء له نفس عناصر الموجات من تردد وطول موجي وسرعة، وله أيضا نفس خصائص الموجات. هل تعرف ما هي؟ نعم، إن الموجات تنعكس وتنكسر وتحيد عن مسارها. عظيم يا سالم، ولكن لدي سؤال، ما معنى الموجات الكهرومغناطيسية؟ دعني أحدثك أولا عن خصائص الموجات الضوئية. وما خصائص الموجات الضوئية؟ أولا، الضوء يتكون من مجال مغناطيسي ومجال كهربائي، وكلاهما متعامد على خط انتشار الموجة. ثانيا، هذه الموجة هي موجة مستعرضة تتكون من قمم وقيعان. معنى هذا أن الموجات الكهرومغناطيسية Electromagnetic waves هي عبارة عن مجال مغناطيسي ومجال كهربائي، كلاهما متعامدان على خط انتشار الموجة، وتشكل موجة مستعرضة لها قمم وقيعان. صحيح يا سالم، لقد فهمت الآن ما معنى الموجات الكهرومغناطيسية. والآن هل تعرف كيف يصل إلينا ضوء الشمس؟ نعم، الضوء يصل إلينا من الشمس لأنه موجات كهرومغناطيسية تسير عبر الفراغ، وليس كالصوت، يحتاج إلى وسط مادي، ويسير بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية. وبذلك يقطع ضوء الشمس مسافة 150 مليون كيلومتر في زمن قدره 8 دقائق ونصف. وهل يوجد شيء أسرع من الضوء؟ لا، فأسرع شيء موجود في الكون هو الموجات الكهرومغناطيسية
ومن بينها الضوء. وهل يسير الضوء في الفراغ فقط؟ هو أيضا يسير في الوسط المادي الغازي كالهواء، وكذلك السوائل كالماء والمواد الصلبة كالزجاج. هذا صحيح، ولكن سرعته تقل في الماء والزجاج ولذلك ينكسر. وأنت تعرف أن الضوء شكل من أشكال الطاقة، وهو الشكل الوحيد للطاقة الذي يمكن رؤيته. أشكرك يا أبي، لقد تعلمت اليوم معلومات جديدة. حسنا يا سالم، والآن فلتلخص لنا ما تعلمت اليوم. الموجات الضوئية هي موجات كهرومغناطيسية تنتقل عبر الفراغ. الموجات الكهرومغناطيسية هي عبارة عن مجال مغناطيسي ومجال كهربائي، كلاهما متعامدان على خط انتشار الموجة، وتشكل هذه الموجات موجة مستعرضة لها قمم وقيعان. خصائص الموجات الضوئية: أولاً، الضوء يتكون من مجال مغناطيسي ومجال كهربائي، وكلاهما متعامد على خط انتشار الموجة. ثانياً، هذه الموجة هي موجة مستعرضة تتكون من قمم وقيعان. لعلنا الآن نتعرف على هذه المعلومات الواردة في هذا المشهد بشيء من التفصيل لكي نفهم ونعرف ما هو الضوء، وما معنى موجات كهرومغناطيسية، وكيف ينتقل الضوء من وسط إلى وسط آخر، ما الذي يحدث له عند هذا الانتقال، هل يحدث له انعكاس أم انكسار أم حيود، بما تختلف الموجات الكهرومغناطيسية بعضها عن بعض، بما تختلف موجات الضوء عن الصوت. كل هذا إن شاء الله سنتطرق إلى الإجابة عليه أو على هذه التساؤلات من خلال الشرائح القادمة، فتابعوني. نبدأ بسم الله. ما الضوء؟ كما عرفنا قبل قليل، ما هو الضوء؟ واضح من الصورة التي أمامكم، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن موجات. إذن الضوء عبارة عن موجات يمكنها الانتقال عبر المادة وكذلك عبر الفراغ. ماذا نقصد بالفراغ؟ الفراغ طبعا الموجود ما بين الشمس والكرة الأرضية، طبعا لا يوجد وسط مادي فراغ، ومع ذلك تستطيع الموجات الكهرومغناطيسية من ضمنها موجات الضوء أن تنتقل عبر هذا الفراغ، يعني لا تحتاج إلى وسط لنقلها. موجات الصوت نقصد بالصوت أو موجات الصوت أنها لا تستطيع الانتقال إلا في وجود وسط مادي اللي هي جزيئات الهواء. بدون هواء لا يستطيع الصوت الانتقال، على عكس موجات الضوء لها القدرة على الانتقال سواء كان ذلك في وسط مادي، طبعا نقصد بالوسط المادي هنا الوسط المادي الشفاف وليس المعتم أو المظلم، كذلك تستطيع أن تنتقل عبر الفراغ. إذن بشكل عام الضوء عبارة عن موجات يمكنها الانتقال عبر المادة وكذلك عبر الفراغ، عكس الصوت. الصوت يحتاج لانتقاله إلى وسط مادي. هذا الفراغ الآن، لاحظوا معي الآن موجات الضوء، موجات ضوء الشمس تستطيع المرور عبر هذا الفراغ حتى تصل إلى الغلاف الجوي، هذا الغلاف الجوي، ومن ثم تستطيع اختراقه. لكن هل تختلف، هنا السؤال المهم جدا، هل تختلف سرعة الضوء في الفراغ عنه في الوسط المادي الشفاف؟ أكيد طبعا، والدليل على ذلك حدوث ظاهرة الانكسار أو الحيود. تنتقل موجات الضوء عبر المادة، طبعا نقصد المادة هنا ما هي؟ الغلاف الغازي وهو شفاف مثل موجات الصوت، لكنها تختلف عن الصوت في أنها تنتقل أيضا في الفراغ. من هي؟ موجات الضوء. موجات الضوء تنتقل في الفراغ وكذلك تنتقل في الوسط المادي الشفاف. لاحظوا معي الآن، هذه موجات الضوء بإمكانها أن تنتقل في الفراغ، وكذلك عندما تصل إلى الكرة الأرضية والتي يحيط بها غلاف غازي فإن أيضا الضوء يستطيع اختراق ذلك الغلاف الغازي الشفاف وبالتالي الوصول إلى الأرض. كم سرعة الموجات الضوئية؟ هنا سؤال جدا مهم، عرفتموها أو سمعتموها قبل قليل في المشهد، تصل إلى 300,000 كيلو متر في الثانية. لاحظوا في الفراغ، احنا نتكلم عن سرعة الضوء في الفراغ وليس في الوسط المادي، لأن في الوسط المادي الشفاف تتوقع هل تقل السرعة أم تزداد؟ أكيد ستقل، أحسنتم. لماذا تقل؟ بسبب عملية إيش؟ التصادم ما بين تلك الموجات الضوئية والجزيئات ذلك الوسط المادي.
إذن سرعة الضوء كبيرة جدا، تصل إلى 300,000 كيلومتر في الثانية، سرعة جدا عالية. بس ركزوا معي، هذه السرعة متى تكون؟ عندما تكون أو عندما تنتقل في الفراغ. إذن مرة أخرى، سرعة الضوء تصل إلى 300,000 كيلومتر في الثانية في الفراغ. هل هذه السرعة هي نفسها في الوسط المادي الشفاف؟ طبعا زي ما ذكرنا طبعا تكون أقل، والدليل على ذلك أيضا ذكرنا قبل قليل حدوث ظاهرة اسمها ظاهرة انكسار الضوء. فضوء الشمس ينتقل بسرعة عالية جدا في الفراغ تصل إلى 300,000 كيلومتر في الثانية، بينما إذا دخل الضوء أو موجات الضوء إلى داخل الغلاف الجوي الشفاف هذا اللي هو الغازي، معنى ذلك أن سرعة الضوء تختلف عنه في الوسط المادي، مؤكد أنها ستختلف. على سبيل المثال لو قارنا سرعة الضوء في الفراغ مع سرعة الضوء في وسط مادي مختلف، طبعا وسط مادي شفاف، سنجد أن تلك السرعة تقل سرعة الضوء عند انتقاله في أي مادة بسبب تصادمه مع دقائق أو جزيئات تلك المادة. إذن سرعة الضوء في الفراغ أكبر من سرعته في المواد، هذه نقطة جدا مهمة. سرعة الضوء في الفراغ بنذكر لكم تصل إلى كم؟ أحسنتم، إلى 300,000 كيلومتر في الثانية. طيب كم سرعته في المواد الشفافة؟ المادة الشفافة زي الهواء زي الزجاج، خلينا نأخذ مثال على ذلك لنقارن. يلا لاحظوا معي الآن، هذه سرعة الضوء في الفراغ 300,000 كيلومتر في الثانية. لاحظوا الآن سرعة الضوء في الزجاج على سبيل المثال، سنجد أنها أقل، وفعلا هي أقل، 197,000 كيلومتر في الثانية. يعني شوف الفرق بين 300,000 كيلومتر في الثانية عندما كان في الفراغ، بينما سرعته في الوسط المادي الشفاف كالزجاج 197,000 كيلومتر في الثانية. إذا معنى هذا أن سرعة الضوء عند انتقاله في أي مادة ستقل بسبب ماذا؟ بسبب تصادمه مع دقائق أو جزيئات تلك المادة. من خلال المعلومات السابقة يلا أكيد أنكم رايحين تجاوبون على هذا السؤال، جدا سؤال بسيط، فسر سبب انخفاض سرعة الموجات الضوئية في المواد الصلبة. طبعا الشفافة في المواد الصلبة الشفافة. طبعا ما معنى كلمة شفافة؟ من يعرف ما معنى كلمة شفافة قبل أن نبدأ في الإجابة على هذا السؤال؟ الشفافة هي التي تسمح بمرور الضوء من خلالها، تسمح بمرور الضوء من خلالها. طيب من يجيب على هذا السؤال؟ فسر ما سبب انخفاض سرعة الموجات الضوئية في المواد الصلبة؟ أحسنتم، تصادم موجات الضوء مع دقائق ذلك الوسط المادي بسبب تصادمها مع دقائق أو جزيئات تلك المادة، وهذا الذي يؤخرها أو يجعل سرعتها تقل. دعونا الآن نتكلم عن الطول الموجي للضوء. ماذا نقصد بالطول الموجي؟ طبعا مر معنا درس الطول الموجي في الصوت وكذلك في الضوء، سنذكره الآن إن شاء الله. فماذا نقصد بالطول الموجي للضوء؟ جدا سهل وبسيط، الطول الموجي هو المسافة. أحسنتم، لاحظوا ها، موجات كهرومغناطيسية كما شفتم ولاحظتم في المشهد والمقطع السابق، عبارة عن قمم وقيعان، قمة هذه قمة وهذه قمة وهذه قمة، القيعان اللي هي موجودة أسفل. إذن ما دام أن الضوء موجات كهرومغناطيسية إذا لابد أن يكون له طول موجي. ما الطول الموجي إذا للضوء؟ هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين، المسافة هذه هي التي نسميها الطول الموجي. إذن الطول الموجي للضوء هو المسافة بين قمة وقمة أو بين قاع وقاع، هذا هو الطول الموجي. ولا ننسى أن الطول الموجي للضوء تراه صغير جدا، الطول الموجي للضوء صغير جدا جدا جدا، سنتعرف على ذلك إن شاء الله بعد قليل ونعرف أيضا وحدة قياسه. إذن الطول الموجي كما تعلمون هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. الطول الموجي صغير جدا بالنسبة لموجات الضوء، وبسبب صغره يقاس الطول الموجي بوحدة صغيرة جدا تسمى النانومتر. لاحظوا هنا الطول الموجي صغير جدا مقارنة بهذا الطول الموجي. طبعا أنتم عرفتم مرة أخرى الطول الموجي ما هو؟ المسافة. لاحظوا المسافة هنا بين القمة هذه والقمة هذه، أيضا لاحظوا المسافة هنا بين هذه القمة وهذه القمة، يعتبر صغير جدا، ولذلك فإن أفضل وحدة قياس تستخدم هي النانومتر. إذن النانومتر وحدة قياس صغيرة جدا نقيس بها الطول الموجي.
كلمة النانو تعني جزء من بليون جزء من المتر، واحد على بليون بالباء بليون، واحد على بليون نسميه النانو متر. هذا الطول الموجي لبعض الموجات الكهرومغناطيسية مقارنة ببعضها البعض. لاحظوا الطول الموجي لأشعة جاما صغير جدا جدا جدا، بينما في أشعة إكس اللي هي الأشعة السينية يكون طولها الموجي أكبر مقارنة بأشعة جاما. أيضا الأشعة فوق البنفسجية طولها الموجي أكبر شوي، بينما الضوء الذي نشاهده بالعين طوله الموجي يكون أكبر. الأشعة تحت الحمراء اللي اسمها الانفراريد طول الموجي أكبر، كذلك الميكروويف وكذلك الراديو. طبعا الموجات الكهرومغناطيسية لها استعمالات جدا مهمة كما نشاهد في الصورة، تستخدم في عملية البث من وإلى أجهزة الإرسال والاستقبال، وكذلك بين المحطات الموجودة على سطح الكرة الأرضية. أيضا يمكنها الانتقال بسرعات عالية، كنا نعلم أن سرعة الضوء سرعات عالية، والضوء ليس إلا موجات كهرومغناطيسية، كل هذه تعتبر موجات كهرومغناطيسية، بالتالي ستنتقل بشكل سريع. نشاهد عادة في البث الحي أو المباشر لنقل المباريات في نفس اللحظة التي تحدث في الملعب، حتى لو كانت تلك المباراة في دولة بعيدة نشاهدها أمامنا كأنها في نفس اللحظة. السبب في ذلك يعود إلى ماذا؟ سرعة انتقال تلك الموجات الكهرومغناطيسية. تستخدم الموجات الكهرومغناطيسية أيضا في وسائل الاتصال، في الملاحة الجوية، في الأقمار الصناعية، في النقل المعلومات والبث إلى آخره. إذا الطول الموجي لموجات الضوء صغير جدا، وبسبب صغره يقاس الطول الموجي بوحدة صغيرة جدا تسمى النانومتر. تعرفون أيضا في الإجابة على هذا التساؤل علل أو اذكر السبب، يقاس الطول الموجي لموجات الضوء بالنانومتر. طبعا الإجابة جدا سهلة، طالما أننا نتكلم عن الطول الموجي فالطول الموجي للموجات الكهرومغناطيسية هو صغير جدا، ولذلك ما دام أنه صغير فنستخدم وحدة قياس صغيرة أيضا تناسب ذلك الطول، سميناها بالنانومتر، لأن الطول الموجي لموجات الضوء صغير جدا. ما نوع موجات الضوء؟ من يجيب على هذا التساؤل من خلال ما شاهدنا قبل قليل؟ ما نوع موجات الضوء؟ يا سلام عليكم، أحسنتم، موجات مستعرضة. موجات مستعرضة، ما معنى موجة مستعرضة؟ موجات الضوء موجات مستعرضة، فما معنى موجات مستعرضة؟ يعني يكون في، يا سلام عليكم، حركة جزيئات المادة تكون عمودية. لاحظ حركة جزيئات المادة تكون في هذا الاتجاه، فهي عمودية على اتجاه انتشار الموجة، تتحرك إلى أعلى وإلى الأسفل بشكل عمودي على اتجاه انتشار الموجة. طبعا تتحرك إلى أعلى مكونة قمة، إلى أسفل مكونة قاع. إذا طالما أنها تتحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل على شكل قمة وقاع، فهي تكون عمودية على اتجاه انتشار الموجة في هذا الاتجاه. هذا اتجاه انتشار الموجة، وهذه حركة دقائق الجزيئات إلى أعلى وإلى أسفل. إذن بإمكاننا الآن نقول موجات الضوء موجات مستعرضة، ومعنى مستعرضة هي أن حركة الجزيئات تكون عمودية على اتجاه انتشار الموجة. إذن مرة أخرى، ما نوع موجات الضوء؟ موجات الضوء موجات مستعرضة. ما معنى مستعرضة؟ تكون حركة الجزيئات عمودية على اتجاه انتشار الموجة. طبعا إذا كانت عمودية، ما الذي سينتج عن هذه الحركة؟ سينتج قمم وقيعان. يلا لاحظوا معي الآن هنا، جميع الموجات الكهرومغناطيسية، جميع الموجات الكهرومغناطيسية موجات مستعرضة. أي موجة كهرومغناطيسية سواء كانت أشعة جاما أو أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء أو الضوئية، كلها موجات كهرومغناطيسية. لذلك فإن موجات الضوء طالما أنها تنتقل في الفراغ فهي أيضا موجات كهرومغناطيسية. طبعا إن شاء الله سنتعرف على ماذا نقصد بموجات الضوء موجات كهرومغناطيسية من خلال ما نشاهد الآن. يلا لاحظوا ماذا نقصد بأن موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية، أي أن هناك مجالين أحدهما كهربائي والآخر مغناطيسي، وكلا المجالين عمودين على بعضهما البعض. لاحظ مجالين متعامدين، مجالين متعامدين، و
ولذلك تعتبر موجات الضوء زي ما ذكرنا موجات كهرومغناطيسية، وطالما أنها موجات كهرومغناطيسية إذا بإمكانها أن تنتقل أيضا في الفراغ. هل موجات الصوت موجات كهرومغناطيسية؟ لا، أحسنتم. طيب طالما أنها ليست موجات كهرومغناطيسية، هل تستطيع أن تنتقل في الفراغ؟ أحسنتم، نعم، موجات الصوت لا تنتقل في الفراغ لأنها أصلا ليست موجات كهرومغناطيسية. ما معنى كهرومغناطيسية مرة أخرى؟ أي أن هناك مجالين، أحدهما كهربائي والآخر مغناطيسي، يتعامدان كلاهما على اتجاه انتشار الموجة. لاحظوا الآن، هذا مجال كهربي، هذا مجال مغناطيسي، يتعامدان كلاهما مع بعض أثناء انتشار الموجة، فيتكون عندي موجة نسميها موجة كهرومغناطيسية، أي أنها عبارة عن مجالين كهربائي ومغناطيسي. موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية، أي تتكون من مجالين كهربائي ومغناطيسي يتذبذبان في اتجاه عمودي على الآخر، عموديين على بعضهما البعض. نتعرف الآن على الطول الموجي للضوء. ذكرنا قبل قليل ماذا نقصد بالطول الموجي، وعرفنا أنه هو المسافة بين ماذا؟ يا سلام عليكم، بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. إذن ما الطول الموجي للضوء؟ المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين لتذبذب المجال الكهربائي أو المغناطيسي. إذا كان هذا مجال كهربائي فمن قمة إلى هذه القمة، إذا تكلمنا عن مغناطيسي فمن هذه القمة إلى هذه القمة. إذن الطول الموجي مسافة بين قمتين أو بين قاعين، سواء كان ذلك للمجال الكهربائي أو المجال المغناطيسي. جزئية مهمة جدا تتعلق بالموجات الضوئية نسميها شدة الموجة الضوئية. تأملوا معي الصورة اللي موجود، لاحظوا هنا في الأسفل عند انبعاث الضوء من هذه المصابيح يكون الضوء جدا ساطع، وبعد انتشاره في الفضاء وفي الفراغ يبدأ يقل وهج ذلك الضوء حتى يصبح ضوء خافت. ما الفرق بين ضوء ساطع وضوء خافت؟ جدا سهل بسيط. الضوء الساطع تكون طاقته أعلى، بينما الضوء الخافت تكون طاقته أقل، قد فقد جزء من هذه الطاقة. فشدة موجات الضوء تحدد مقدار سطوعه. شدة الموجات أي التي لديها طاقة أعلى سيكون ضوء ساطع، الذي لديه طاقة أقل سيكون ضوء خافت. شدة هذا الضوء هي التي تحدد مقدار سطوعه. إذن لما نعرف شدة الموجات الضوئية هي مقياس لمقدار الطاقة التي تحملها هذه الموجات. إذا كانت الموجات هنا، لاحظوا في الضوء الساطع موجات الضوء هنا تحمل طاقة أكبر، بينما موجات الضوء هنا قد فقدت جزء كبير من طاقتها ولذلك يتحول إلى ضوء خافت. فمقياس مقدار الطاقة التي تحمل هذه الموجة هو الذي نطلق عليه شدة الموجة الضوئية. مرة أخرى، ماذا نعني بشدة الموجة الضوئية؟ نعني بها مقدار الطاقة التي تحملها تلك الموجة. وصلنا الآن إلى تقويم ختامي. أنا متأكد كل التأكد، واثق كل الثقة من أنكم ستجيبون على هذه التساؤلات بكل يسر وسهولة من خلال ما تقدم من معلومات. ضع رقم العبارات التالية أمام ما يناسبها. يلا، عندي رقم 1 الطول الموجي، رقم 2 300 ألف كيلومتر في الثانية، رقم 3 موجات كهرومغناطيسية، رقم 4 ضوء خافت. عندي هنا مجموعة من العبارات نريد أن نربط بينها وبين هذه المصطلحات. نبدأ برقم 1 الطول الموجي. ماذا نقصد بالطول الموجي؟ ها؟ ما هو الطول الموجي للضوء؟ أحسنتم، المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. طيب الرقم هذا 300 ألف كيلومتر في الثانية، هذا ماذا يدل عليه؟ ماذا يعني لك؟ يا سلام عليكم، سرعة الضوء. بس انتبهوا معايا، لا نكتفي بكلمة سرعة الضوء فقط، بل لابد أن نضيف إليها كلمة الفراغ. أحسنتم، لأنكم كما تعلمون قبل قليل أو كما تعلمنا قبل قليل، سرعة الضوء تختلف في الفراغ عنه في الوسط المادي الشفاف. طيب رقم 3 موجات كهرومغناطيسية. ماذا نقصد بالموجات الكهرومغناطيسية؟ ما هي الموجات الكهرومغناطيسية؟
هي مجال، أحسنتم، أي لها مجال كهربائي ومغناطيسي. طيب رقم 4، ضوء خافت، يعني أن موجات الضوء تلك تحمل طاقة قليلة، أحسنتم. إذا رقم 4 ضوء خافت نقصد به الموجات التي تحمل القليل من الطاقة. يا سلام عليكم. تعلمنا في درس اليوم بحمد الله موجات الضوء، وعرفنا أن الموجات الضوئية هي موجات كهرومغناطيسية تنتقل عبر الفراغ، ومن خصائص هذه الموجات أنه يتكون من مجال مغناطيسي ومجال كهربائي، كلاهما متعامد على خط انتشار الموجة. أيضا عرفنا أن هذه الموجات الكهرومغناطيسية هي موجات مستعرضة تتكون من قمم وقيعان. الموجات الكهرومغناطيسية عبارة عن مجالين، مغناطيسي ومجال كهربائي. وصلنا إلى نهاية الدرس، آمل أن أكون قد وفقت في تقديم ما يفيدكم، حتى ألقاكم إن شاء الله في درس قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.